كمان يا جماعه بنتكلم عن قلنا انجازات وزاره الداخليه في هذا الموضوع، لكن في كل المجالات كمان ما ينفعش ما نتكلمش عن ابطال مصر اللي شرفوها ورفعوا راسها ورفعوا علمها، والمنتخب المصري للشباب لرفع الاثقال اللي نجح في حصد 11 ميداليه متنوعه في بطوله العالم للشباب في أوزبكستان، والرباع المصري محمد هشام اللي نجح في حصد ميداليتين خلال منافسات بطولة العالم للشباب المقامة حاليا في أوزبكستان، في المركز الثالث خلال منافسات النطر لوزن تحت 105 كيلوغرام ومنافسات المجموع الخطف والنطر لنفس الوزن. وساهم هشام في رفع رصيد مصر إلى 11 ميدالية متنوعة في البطولة حتى الآن، بعدما حصد أحمد عاشور فضيتين وبرونزية وحيدة، وسارة سمير طبعا الجميلة ثلاث ميداليات ذهبية، وإسراء السيد ميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين. طبعا ولاد مصر بيرفعوا اسمها عاليا في كل البطولات، وده احنا طبعا في برنامجنا بنهتم جدا بإبراز كل الرياضات مش بس كرة القدم، لأنه واضح انه بقية اللعبات الفردية كمان بيعملوا انجازات.